معكم بلحية أو بيرسون، هذه أول فيديو أديرو هنايا، لأن صافي يعني سالينا. دابا نشوف المجتمع، أنا بقيت نهضر بقضية مجتمعية دابا، ولاد عندنا قضية مجتمعية، يعني مشكل حنا ولادنا صحاب الله، مكاينش تلقى واحد ماشي اللي جا عندو شي صغيبات ينوضهم ويدير فيها بلحية، كيفاش زعما؟ كيفاش تا بلحية؟ تجي زعما ادخل زعما تقول أنا بلحية وتجي تدخل زعما، كيفاش ديري ليها زعما؟ لا اللحية دا قوانين ديالها، خصك ديك الكاريزما ديال اللحية بعدا، عاد باش دير اللحية، فهمتي؟ حنا هاد اللحية لي تناكلو بيها الخبز، ماشي راه تلبسوها لي تديرها باش تقعد طيح ليا في الدريات في الشارع، لا حنا مدريناش على داكشي من اللول، مكناش تافقين على هادشي، أنا ما عندي شابة يجي عندنا يقولك راهو حنا من هداك النوع، حنا مدرناش طيحو بيا الدريات، فهمتي؟ مدرناش على داك المستوى كاع، فهمتي؟ ما درناش الحياة باش نبقاو فهمتي نبان زوين وهادي فهمتي ونخبي شكون هذا فهمتي المهم شي حاجة بحال هكا، حنا الحياة راه بينا بينا شريفة، حنا ما درناش طيحو بيها الدريات، ما درناش يعني نبقاو نديرو بيها الفاشن فهمتي، ما درناش هناك ما اتفقناش على هادشي في الأول، حنا ولي الحياة اللي يعني النقابة ديالنا راه كاينة. دابا مبقاتش عندنا كرامة هنا بعدا، فهمتي؟ دابا كنت أنا ندخل بعد أسبوع ندخل العرس، فهمتي؟ هادوك العراسات ديال الأنداع وديكشي، فهمتي؟ ولا ندخل شي مسألة هادي وندخل نقول لها هاديك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا القوي يعني يقف كمامة يعني كل شيء، ترى القوي يعني يقف إجلالا لنا وإكبارا ويصفقون، فهمتي؟ يعني كي دابا مبقاش داكشي، وليت أشهر دابا. يا دي بالحضرة فهمتي تدخل تيصحابو دابا هادو معاكم تيصحابو انا دابا معاكم فهمتي حنا العيا درنا في الاول في النقابة ديالنا ديال موالي اللحية فهمتي موالي اللحية اول حاجة لا تدخل معنا النقابة خصك حافظ واحد الكتاب فيه حديد بزاف فهمتي وديما تكون حافظ يعني من رواه يعني ديك الرواية وديك الشيء هادي هي القوانين ديال النقابة ديالنا فهمتي ثانيا تحفظ مثلا السلام من الديك الحاكم فهمتي من القران وديك فهمتي سورة ياسين البقرة مريم هذيك زيد مهم اما اذا مهم حتى الا جلسنا تناقشوا مع بنادم توصلوا لي واحد الرسالة فهمتي هكذا يعني بدات تشوف تتق الله فهمتي تيجي كاية كانوا تيجيو عندنا يعطيونا بيا الدرهم بيتي درهم يدعي بها فهمتي لا مبقاش عندنا هادشي هذا كلشي ديال الحياة مبقاوش يعرفوا الفري من الميطاسي فهمتي الفري ها هو هنا خودي وعقلوا على الكبار هادي يعني كانوا كيجيو عند الناس يدعيو بهاهم كنا تنصبو على بنادم بهاد الحياة هادي لا مبقيناش يعني طاح الوقت وبقاو تيخلطونا معاكم وجه واحد ديال الحياة كدا كداش نازلت الأرض براهو شارا الحياة هادي عندها 25 عام راه كدا كدك فهمتي فالكتابة بزاف كنشبك هذا راه كانت عندي الهيا هي هادي تشاد ليك يعني فين كانت وفين مشات راه دوزنا معاها ايامات شحال من زردة شحال من انتخابات و راه مقولش ليك يعني شي حاجة يعني يا سلام شحال من انتخابات كيما قلت و انا بغيت نرجع لمسألة الانتخابات بعدا قربوها فهمتي حنا انتخابات حنا هما الاوريجينال ديال الاحزاب فهمتي احزاب ديال المرجعية الدينية حنا هما اللي تنطلع عليهم الاصوات يعني انا تمشي بهذيك الفوقيه ديالي اجلال الحومه الشوارع تيشوفون تابعيني يعني المتابعين ديالي ماشي بحال ديال الفيسبوك هادشي فري قضية انتخابات بغيت نهضر بيا دابا نتوما اللي داير الحياه دابا كانت عندنا بينا يعني دابا نهضر لكم انا حزب يعني ديال بيجيليك هذاك ديال تينور لي دور الشيخ هنا القادر يقول لي ها شوف سيط لك هذوك الباليك وللعيا وللو فهمتي ويعبئو الناس فهمتي الحفلة الانتخابية حدا هما لي برو ديالها فهمتي حدا هما لي برو ديالها دابا ولي بنادم مبقاوش يعرفونا واش هنا ولا توبا وليتو بزاف حبيب عاد خويا عافا قول ايش خويا اللحية ليه اللحية انت ما داير انت داير اللحية على باش تعيق فهمتي داير اللحية ديكور حنا ماشي ديكور هادشي هادي اللحية ماشي ديكور هادي العمل العمل الجماعي فهمتي هادي العمل ودير الفلوس بهاد اللحية هادي انت اش دير بيها انت الله
مشيت تستولى بها قدام الحوبة ولا تستولى بها على عيشة ولا شي حاجة، فهمتي؟ قلتي صحابك زعما راك هادي اللحية ديال الرجال، فهمتي؟ هادي الرجولة، خليني داكشي ديالكم. دابا اللي شافها صحابو البنت اللي شافتها تقولك هذا تسحبت انا من هذوك النوع، لا خويا انا بتقي الله فهمتي، انا هاد اللحية دي دايرة انتخابات، فهمتي؟ نصب بها في انتخابات اسبوع بشهر ريحت في شي فهمتي في شي جبهه تيدوروا ليا تيعيطوا ليا تنمشي تنحضر، فهمتي؟ هاد اللحيه هادي عندها قيمه في المجتمع ديالها، فهمتي؟ ثم هاني جا دابا هاد اللحيه بقى يقول ليا يدير ليا فيها يدير ليا فيها كاريزما ولا يدير فيها شي حاجه، راه شوفها هادي شي انا المهم هادي اول رساله، فهمتي؟ مازال يجيو رسايل النقابه راه تدخل حتى هي، النقابه ديالنا راه تدخل معاكم. انت ايوا شدي ذا بلا النوع هذا اللي جيتي تستولى بيها وداك الشيء عديو قطعوا البو، فهمت؟ نحسنوها ليه بلا ما وجي شوف نحلف لك بهاد العيال اللي عندها خمسة جيلات وباش تجيو تزاحموا بها في الانتخابات باش شويه عليكم هادي راه كانت مينا هادا. شوفك اخويا شي مين دير وسطاج تا كاع ودي راسك باك على جيل الحي 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 دير وسطاج دير تبعات ودير المكسيك، فهمتي؟ المهم سيديك بوسطاج ديك اللي هي بصوت